السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، أيامكم مباركة. أذكركم وأذكر نفسي أننا نحاول استغلالها والاستثمار فيها يا رب العالمين. بغيت نوريكم هذه خديتها، أنا اللي خديتها بحكم أن زعما ندوقو هاد العام، هذه المرة الثانية، الدوقة الثانية خديتها هذه، لان الاغلبيه هنا السكان هاد الارض كياخذوا عاد طروفه بحال هكا، وانا عندي الزوج ما مولفش بها ما كياكلهاش، يعني خديتها عالية انا وخديتها. نقول لكم الثمن ديالها 3 اورو 19 ها هي، يعني نقولوا حنا على 600 ريال، 600 كتجيب لك تبارك الله، ماشي دلاعة، كتجيب لك شحال من دلاعة ودلاعة في المغرب، خاصة أنه مؤخرا ولا موجود تبارك الله، ولو كيصدروه الخارج للسوق الأوروبية تبارك الله. 600 يعني يجيب لك شحال، ولا على الأقل يجيب لك دلاعة، يجيب لك دلاعة وحدة على الاقل، ماشي غتجيب لك طريف بحالك، ولكن ماشي مشكل، الا جنة دلاعة وثاني كبيره غتبقى تخسر. هذا راه بزاف عليا بحكم ان الزوج ما مولفش بهاد الفاكهه ما كياكلهاش، يعني الا خدا كيدوق شويه كيك، لذلك انا جبتها من اجل ان ناكلوها، وعلى فكره غناكلوها هي وغناكلو حتى البذور. هاد البذور الكحلة راه فيها فوائد جمة، وكيوصيو على انه من تكال، ماشي تكال على الفاكهة بوحدها، تكال حتى البذور ديالها، راه جد مفيد وجد نافع، يعني خاصنا نديرو عملية المضغ جيد. سبحان الله العظيم، فيها فوائد جمة، قريت عليها وكنبقيش عقلت عليك الفوائد، ولكن فيها فوائد جمة. وليت انا مؤخرا ملي كندير وليت كناكل البذور، هذه راه فيها بذور تبارك الله كبيره تامره، وان شاء الله تعالى الا بقينا ملي غناكلوا هاد الفاكهه غنحاول ان هاد البقايا اللي كرميوها في المهملات، كرميوها في السله ديال المهملات، نخدموا بها ان شاء الله وصفه باذن الواحد الاحد ان شاء الله تعالى، لقينا حيين مني نكملوا ان شاء الله نخدموا الوصفه باذن الواحد الاحد. يلا نخليكم على خير، تنتلاقاو ان شاء الله في القريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تعالى نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. الى شفتوا هاد الدلاع ديالنا، سبق لي قلت لكم باننا ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديال الخدمه ديالو، وكيفاش الفائده اللي كاينه في هاد الجلفه هذه اللي كنرميو. لذلك غنبداو على بركه الله. حنا معروف عندنا عاده ان كنقطعوه طريفات بحال هكاينا وكناكلو الفوقاني، والجلفه كنخليوها، او ما ولا معروف مؤخرا انه كيتقطع هذا طريفات وكيتحط في الطبسيل، يعني بلا جلفه بلا والو، يعني كتكون ضايجه في الكوزينه انت حيتي الجلفه ديالك وكلشي، هاد الجلفه ديال الدلاع وكلشي وخدمتي به. حنايا ان شاء الله غنخدم به بالطريقه اللي كيديروا هنايا في ايطاليا، وكيشريو السواح وكياكلوه، ماشي بالشرط انهم خصها يجلسوا في طابله يجلسوا ياكلوه، ولا خاصهم يكونوا في الدار، ولا بالطرق ديالنا حنا، لا كيديروا واحد الطريقه هما اللي كي يستعملوا باش كياكلوا هما خارجي كيتسراو كيدورو. وهاد الظاهره لاحظتها كثير في مدينه فينيتسيا او مدينه البندقيه فينيز، لاحظت كثير انهم سياح كيديروه دايرينو كياكلوا فيه. انا نقطعو معكم وغنوريكم الطريقه، وفي نفس الوقت ان شاء الله غنهضر على الفوائد اللي داير الله سبحانه وتعالى في هاد الدلاع. بسم الله على بركه الله. الفوائد كثيره اللي داير الله سبحانه وتعالى في هاد الدلاع، غني بالفيتامينات، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين بي 6، فيتامين بي 1، فيتامين بي 6،
فيتامين بي واحد. هادو بالنسبه للفيتامينات. بالنسبه للمعادن، غني بمعادن كثيره، منها البوتاسيوم، مانغيزيوم، البوتاسيوم مانغيزيوم، هادو غني بهم بزاف، زياده على انه كيفتت الحصى، الفوائد اللي فيه انه كيفتت الحصى، وكذلك كيحيد الاملاح، الاملاح اللي كتراكم داخل الجسم كيحيدها، مهدئ للاعصاب، وكم ديال الناس اللي محتاجين في هذا الزمان اللي كله اعصاب، كله لا حول ولا قوه الا بالله، ذلك مهدئ للاعصاب، وكيزيل التوتر، التوتر كذلك، وكيمنع من الكسل الامعاء، يعني اللي عنده مشكل ديال الامعاء انه ما كيخدموش ليه، مصيرنات ديالو ما كيخدموش ليه مزيان، يعني كينشطهم كيخدمهم مزيان. الناس اللي عندهم القبض كذلك راه هو كيحاول يحيد داك المشكل ديال القبض، كيلطف من العطش، حنا معروفين، وهذا هو السبب اللي خلاني انني نوريكم الطريقه اللي كيديروها، اللي كيديروها هنا في ايطاليا، اللي كيديروها، اللي كيستعملوها السياح، انه كيبان لك غادي في الطريق وكياكل فيه. كيخفض درجه الحراره المرتفعه كثير، كيخفضها. علاش؟ لانه الناس اللي عندهم الحمى كيخفض لهم درجه الحراره، لدرجه ان كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال الحمى كياكلوا هاد اللب، وهاد الجلفه هادي كيديروها على جبهتهم، لانها كتمص داك الصهد وكتحسن بواحد انخفاض ديال درجه الحراره، وكذلك تحسن بواحد الانتعاش، ومنشط لوظائف الكبد. شو تبارك الله الخيرات وهاد النعم اللي كاينه، وهاد الفوائد اللي كاينه في هاد البطيخ، مني في هاد البطيخ الاحمر او ما يعرف عندنا حنا بالدلاع. واللي بغيت نشير ليه بان هاد الفوائد كاينه خاصه في البطيخ البري اللي مسقي بالشتا، يعني نايض بالشتا ونايض فوق الارض، ما كندويوش حنا على هذا اللي هاد البطيخ، هاد الدلاع هذا اللي دابا ولا هو اصلا فاكهه كتوجد في الفتره ديال الصيف، لانه كيلطف منعش، كيبرد يعني، وفيه اشياء كثيره، من ضمنها انها معروف اننا حنايا في الصيف كناكلو كثير من اللحوم، ومعروف بانه كيحيد داك الجهد وداك الشيء ديال اللحوم. هذا حتى هو من بين الاشياء اللي حنا كناكلو في المغرب اكثر، وهنا كياكلوا البطيخ، البطيخ الاخر اللي عندنا، البطيخ اللي كنقولوا حنا البطيخ الصفر، او البطيخ الاخر المهايا اللي كنقولوا حنا، او السويهله، هادو حتى هما كلهم الله سبحانه وتعالى خلقهم في هذا الوقت بالضبط، لان عندهم هاد الفوائد. وان شاء الله تعالى كذلك حنا كرميو الزريعه، الزريعه اللي راه من الاحسن انك تحاول تجمعها وتجففها، تنشفها ومن بعد طحنها وتستعملها في انك تاكلها، لانها جد مفيده. هاد الاشياء اشياء علميه، اشياء علميه، والفوائد اللي كاينه في هاد الجلفه ماشي الفوائد اللي فيها كثير، عندنا في بزاف ديالها اللي كيكتبوا بانها فيها فوائد، فيها فوائد انها مزيان هاد المرض الفلاني فلاني، مزيانك تحيد المرض الفلاني فلاني، كتحيد هذا كتحيد هذا. بكل صراحه اللي الفوائد اللي فيها هي انها عاده كانت عند النساء ملي كيكونوا خدامين، حنا عارفين المراه في قديم كانت تخدم في الدار وكتخدم في الحقل، كتخدم على برا يعني في الحقل، هازه وليدها وسيره كتحطب، سيره سميتو كتحصد، كدير اشياء كثيره، لان كانت ايد بايد مع الزوج ديالها. كانت مني كيجيبوا لها دلاع كتاكلو، لانه هو معروف بانه مبرد، كانت كتشد هاد القشره ديالها، كانت المراه مني كتاكل دلاع وبشده الحر، وبانها بحكم انها على برا، كانت كتشد هاد الجلفه، ملي كتاكل هاد الفوقاني الحمر كتشد هاد الجلفه وكتدوزها على وجهها، كتحسها بانتعاش، كتدوز على وجهها كامل، كتحسها بواحد الانتعاش،
وكذلك انها مفيده بالفوائد اللي كاينه هنايا كلها في هذا البطيخ، يعني مفيده سميتو للجلد. هذه هي الاسباب اللي كانت كتخلي المراه كتدير، لان الحراره ديال الوجه ديالها كتكون مرتفعه بحكم انها خدامه تحت الارض، كانت كتاخذ جلفه وكدير. ومساله اخرى لاحظتها انايا هو ان مني كنا كنمشيو نخيموا في الوالديه، بحكم ان بزاف ديال سميتو ديال هاد الدلاع وهاد البطيخ كيكون كنكونوا ناكلوا على برا، كيجيو الناس اللي ساكنين تما كاين اللي زارعين هادو، بدل ما غادي يغسلوا يديهم كيشدوا هاد الجلوف هادو هاد الجلوف وكيدوزوهم على يديهم، بحال كاينه كيدوزوهم على يديهم، بحال هكا كيحكم على يديهم وكلشي. صافي كيقول لك هو تحيد منا ريحه الماكله اللي كنا كناكلوا بيدينا وكلشي، حنا نظفنا يدينا. هاد العادات المهم هاد العادات راه حنا عرفنا ديال الوجه بانها كتبرد الوجه وكلشي، وهذه عادات شتا ما عرفناش حنا واش فعلا علميا صحيحه او لا، ولكن هذه ظاهره كنت كنشوف في المناطق ديال سميتو اللي عندهم البطيخ، مناطق دكاله، مناطق الوالديه، انهم ملي كيكملوا كيمسحوا بيديهم الدلاع. هذه اختي بعض الاشياء بالنسبه لهاد الجلوف. اختي هاد النوى او هاد الزريعه راها مفيده، الفوائد اللي فيها والمواد اللي فيها ما كايناش هنايا في الدلاع هذا الحمر، لذلك بزاف ديال علماء التغذيه كيقول لك بانك خاصك تنشفوا وتطحنوا وتاكلوا وتستهلكوا، ما تخليش. بالنسبه للطريقه اللي قلت لكم شفت في المدن ديال ايطاليا كيستعملوها، هي هذه، انهم كيديروا لهم كويسات، كيديروا لهم سميتو كيسان. انا درت هنا كيسان بحكم انني عندي هنايا كيسان ديال الزاج، هما كيديروا اصلا كيسان ديال البلاستيك، ديال البلاستيك عاديين كيديروهم، ومني كيديروهم كتشري عرفتي كتوصل في الصيف ملي كتكون درجه الحراره عاليه حتى 3 اورو، يعني كاس ديال البلاستيك فيه واحد باش كتهز به وكيهزوا بحال كيلو كياكلوا بحال هكا، غادي كيبان لك غادي في الطريق السائح، غادي في الطريق كيتسارى وكلشي وهاز في يديه وكياكل في هذا، منها كيبردو منها مونعيش، منه غني بالماء، وسبحان الله العظيم فاكهه محبوبه محبوبه عند الكثير عند الكبار والصغار، يكفي ان هاد اللون ديالها مثير كيثير وكيخلي الانسان انه يفكر انه يلتهمها. المهم انا شاركت معكم هاد الطريقه اللي شفتها معظم المدن الإيطالية، وشفتها في بعض المدن كذلك الأوروبية، ولكن إيطاليا بواحد الشكل كبير كيديروها في فصل ديال الشتاء، فصل ديال الصيف كيستعملوها كثير بحال هكا دايره. كيقدروا كذلك الجمالية كيزيدوا أنهم يلوحوا مثلا فوق منه شي نوع ديال الفاكهة أخرى اللي كتكون صفراء، أو باش كتعطي واحد الجمالية لذاك الكاس اللي كتاخذيه. أختي نتمنى من الله أنك تكوني بخير وعلى خير، وأنك هاد الوصفة تعجبك ديال اليوم. انا ورسك طريقه من الطرق اللي كتستعملها المدن السياحيه، خاصه انا شفتها في البندقيه، وكذلك في مدينه بيزا اللي معروفه بالبرج المائل من العجائب السبع ديال سميتو، من العجائب السبع ديال الارض. لذلك انا شاركتها معاك طريقه بسيطه، طريقه سهله كدار بحال هكاينه، بغيت نشاركها معاك اختي. خليك بخير وعلى خير، معك زموري روكا ديطاليا، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.